Et rien voir. Alors, عدنا الشباب عدنا السلام عليكم. Alors, سهول سهول d'accord les plaines. Donc, ça veut dire quoi سهول سهول alors مناطق إلا كانت عندنا الجبال مناطق اللي هي مرتفعة عندنا تلال اللي هي المناطق اللي هي يعني متوسطة الارتفاع التل كيكون متوسط الارتفاع داكا عندنا السهول يعني كتكون مناطق اللي هي بلوس اللي كتكون هي منخفضة كتكون اللي هي منخفضة بزاف وبزاف داكا الوغ توت ريجيون دو بلان بوردي دو لوسيون اتلانتيك بينيتر بلوس او موان profondément à l'intérieur des terres du nord au sud. Et il s'agit du bassin de Wetsbo, limité au nord par le Rif et le sud par la forêt de Mamora, de Msita, d'accord? Qui s'étend sur la région de l'Arbat et le Hot Atlas, enfin le plein de sources encadré par le Hot Atlas, d'accord? Donc, les régions, qui portent l'océan Atlantique. كتكون عندك كتكون داخله اكثر شويه ولا بزاف كتكون داخله على التغيير ديال لي تير داكور من الشمال حتى عند الجنوب اي ساجي دو باسان نتاع مصب سبو او لا واد سبو مصب سبو اوكي من الشمال بالريف حتى عند الغابه نتاع معموره داكور اي بيان سور اي سيتون سور لا ريجون ديال الرباط جوسكا الهوت اطلس Enfin, manatech intersus. Nous allons charita la télécom. Ok. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? Alors, je connais comment. دونك قلنا على الرباط ها هي ديال الرباط مادموزيل مسيو العاصمه الاقتصاديه ها هي ديال غابه داكور دونك شنو عندنا هاد المناطق كلها كتسمع عندنا سهول شتيها ولا هاد لا ريجيون كلهم دايرين كوم سا اي من خلال الصوره اللي عندنا هنايا ان الاراضي كيفاش دايره اللي هي منخفضه او اراضي اللي هي منبسطه دونك منين كتمتد كتمتد بطبيعه الحال من جبال الريف من الجنوب تاع جبال الريف وكتبقى غاديه 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 حتى كتهبط حتى كتولي حتى كتولي لعند الاطلس الكبير داكوغ صافي نو عاوتاني كتبدا تمتد هنايا ساهل ديال السوس ديال السوس تو عندنا هنايا اراضي اللي هي منخفضه بيان سور داكوغ كي عندنا حتى هاد المنطقه هنايا المنطقه اللي هي داخليه داخليه كاينه الداخل واحد شويه حتى هي منطقه اللي هي فلاحيه بامتياز اوكي Alors, ok, Arbat, le Hot Atlas, l'Atlas, l'Atlas, le Motorset, enfin la plaine de Sousse, le Sousse, les من الجنوب نتاع الريف حتى لعند الوسط داكور
حتى لعند الجنوب انت يعني تلسوس، حتى المنطقه انت تلسوس كتسمى عندنا لي بلان. الوغ لو باسان دو سبو، دونك في هاد السؤال كي عندنا لو باسان دو سبو. لو باسان دو سبو شنو باسان؟ هو حوض، حوض سبو داكوغ، نسبة إلى واد سبو. أوكي، سيت ريجيون، سيت ريجيون كي سونتون كي سيتون سور 36 000 متر كيلومتر كاري، اي كونستيتوي دو بلان دو با بلاتو، اي كي كيلكو كولين دو بيتي ماسيف en forte proportion de bons terres, des précipitations souvent suffisantes pour permettre des cultures sans irrigation en fond de régions privilégiées, de la comparer non seulement aux autres régions, mais de le pays de l'ensemble du Maghreb. D'accord ? Et la plus grande région agricole de le Maghreb. Alors, par contre, c'est bon. D'accord. Fin de la place, j'ai un massab d'internaire, c'est bon. D'accord. Donc, le massab d'internaire, c'est bon. D'accord. Déjà, le smicho, déjà, mademoiselle, monsieur, adna, c'est bon. Comment t'as c'est bon. Alors, fin de la place, qui fait le minibé d'internaire. المنبع نتاع سبو هو في هاد الجبال هادو هنايا، داكوغ، في هاد الجبال هادو اللي كاينين هنايا، يعني هاد الجبال كامل اللي كيمتدو هنا كطيح الشتا، إين فوا كطيح في الجهة كتهبط لجهة البحر، الشتا الأخرى كتهبط كتجي في هاد المناطق عندنا هنايا بيان سور، داكوغ، إي كاين في واحد المنطقة، في واحد المنطقة اللي هي في لا فيل دو صفر، فهي دي لا فيل دو صفر هنايا، هادي في فاس، وهادي لا فيل دو صفر. في لا فيل دو صفر كاين عندك واحد لا سورس هنا تقريبا بالضبط هنا في هاد البلاصة، كاين واحد العين سميتها عين سبو، داكوغ، عين سميتها عين سبو. فهاد العين سبو هادي يعني واحد المنطقة ما شاء الله الكمية نتاع الماء اللي فيها ما شاء الله، داكوغ، دي كروند كونتيتي. اي دابا ديغنييغمون راه كان سا ماجيستي تقريبا دي واحد 4 سنين ولا 5 سنين تقريبا مشى لتما كاين هاد المنطقة نتا وتشن واحد البراج، داكوغ، اللي غيكون أكبر البراجات من بين أكبر البراجات اللي كاين عندنا في لو ماروك وميم غيكون في شمال إفريقيا في هاد المنطقة نتا صفرو اللي كيمتد على واحد البلاصة سميتها سد مداز، سد مداز، مداز بالدارجة كنقولو مداز، بالعربية تيقولو مداز، داكوغ. دونك في هاد البلاصة هادي هي المصدر والمنبع ديال نهر سبو، داكوغ. دونك هاد النهر هذا بطبيعة الحال يعني كيجي كيمتد على مجموعة تاع المناطق كيدور كيمشي كيجي، المصب نتاعو كيصب في هاد المنطقة هادي نتاع قنيطرة، داكوغ، في هاد المنطقة نتاع قنيطرة. ألوغ في هاد المنطقة نتاع قنيطرة مادموزيل مسيو هي اللي كنسميوها باسان دو سبو، حوض ديال سبو. هاد الحوض ديال سبو هو هذا الحوض ديال سبو، يعني كامل ابتداء من هنا كامل راه حوض، داكوغ، يعني المناطق اللي كتسقى من واد سبو، من نهر سبو، ماشي واد، من نهر سبو بيان سور، داكوغ. دونك في هاد المناطق هادي كيما قلنا مادموزيل مسيو عندها دي زافونتاج. لي زافونتاج اللي فيها شنو هي؟ هي اول حاجه جات على الواجهه اللي هي اطلسيه، جات الجنوب ديال الريف مغطيه عن طريق الجبال ديال الريف، يعني من التساقطات الجليه كثيره، عندها تساقطات مطريه كافيه، داكوغ. مي الا ما كانتش كافيه التساقطات المطريه، يعني كاين الجبال هنايا كيهبطوا، كاين عندنا مجموعه تاع الاوديه والانهار، داكوغ، اللي كيوصلوا كيهبطوا في هذه البلاصه هذه. والحوض ان فات نقول الحوض يعني كنقصد شي حاجه اللي هي مقعره، داكوغ، يعني بين اقل نقط سميتو على سطح البحر، داكوغ، اللي كيصب فيها الماء، اللي كيصب فيها الماء. هذه البلاصه مادموزيل مسيو هي احسن منطقه فلاحيه كاينه عندنا في المغرب، زيدوا شنو اخر وفي الجزائر، زيد شنو اخر وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر، يعني شمال افريقيا كله احسن منطقه فلاحيه في شمال افريقيا هي هاد المنطقه هادي نتاع لو باسان ديال سبو، نتاع حوض سبو بيان سور. اوكي، عندنا لا ريجيون بري ريفان، لا ريجيون بري ريفان منطقة اللي هي قبل الريف، يعني قبل جبال ديال الريف
Les villages sont installés principalement sur les sommets des collines Tilal, d'accord? Dont les pentes sont souvent mises en culture en contrebas des oliviers. L'élevage constitue la troisième source de revenus après les céréales. D'accord? Marhaban. نرجعوا عاوتاني لعند الخريطة. هذه المرة غادي نشوفوا المناطق اللي هي ديال بري ريفان. البري ريفان هي هذه البري ريفان، هذا هو مصب، وهذا حوض، سبو الحوض يعني هبط لتحت. داكوغ، البري ريفان هما هذه المناطق هذه هنايا. دونك هنا كيبان لكم بأن جيسبيغ بيان تكونوا فاهمين ساجي دو كوا. هنا كاين عندك المناطق اللي هي عليا جبال قمم العليا. هنا المناطق اللي هي ما هي عليا ما هي منخفضة، أي سهول داكو، مي كتعتبر تلال. وما هو التل هو جبل صغير، داكو، جبل تقدر انت تكون غادي في واحد الجبل غتشوف داك الجبل، تشوفه يعني كيمتد كيطلع كيهبط، يقدر يدي 500 متر 600 متر 1000 متر، ماشي مشكل. مي هذا كيتسمى جبل. الوغ التل هو يقدر يوصل لواحد الارتفاع انت 700 800 متر، ولكن يمتد واحد المسافة نتاع 100 150 200 كيلومتر، هو تقريبا غادي بنفس المسافة بنفس الارتفاع داكو وبنفس الاتجاه كيتسمى تل. الهضبة كاين أقل منها واحد شوية داكو، تقدر داك 300 400 متر داكو، حتى كتلقى كتمتد لواحد المسافة طويلة داكو. إلا جينا حنايا هنايا هنا يمكن نقولوا لها هضبة، هنا في هذه البلاصة هذه هنايا يمكن نقولوا لها هضبة لا تل والو. علاش؟ باسكو في البلاصه كتهبط شويه وتطلع بزاف، وتهبط شويه وتطلع بزاف، يعني كاين عندنا سلسله جبليه داكو. مي باغ كونتخ هنايا ممكن نقولوا عندنا هاد البلاصه خاويه، ممكن بحال غنهبطوا يكون عندنا التل ونطلعوا شويه يكون عندنا الهضبه، ونوصلوا عندنا الجبل ونهبطوا يكون عندنا التل ونهبطوا الهضبه وعندنا الجبل داكو. دونك الوغ هاد البلاصه سابيل البري ريفان كتمتد على مجموعه تاع التلال. لي ريجيون اللي الناس اللي كيسكنوا تما كيتسكنوا في دي فيلاج داكو، يعني في بوادي ولا في قرى، اغلبيه كيعتمدوا على لا كولتور، على السيريال، على الحبوب داكو، زائد الزيتون، اشجار ديال الزيتون، اشجار ديال اللوز، اشجار ديال الزيتون ديال اللوز، زائد ليلفاج اللي هو التربيه نتاع الاغنام ولا التربيه نتاع المواشي بطبيعه الحال. دونك كتعتمد على التربيه ديال المواشي بيان سور. دونك هذه كتسمى عندنا المنطقة اللي هي لو بري ريفان، دونك منطقة ما قبل الريف. اوكي، دونك بري ريفان لي فيلاج سون انستالي بريسيزمون سور لي سومي دي لي كولين، دونك على التلال. الناس كيسكنوا ولا الاستقرار نتاع الناس لي فيلاجوا على لي سومي القمم نتاع التلال. دون لا بونت كاين فيها انحدارات سون سوفون ميزون اون كولتور، دونك عندنا دي كولتور كي عندنا لي كلتور اللي هي معيشية، الفلاحة معيشية، دي زوليفي يعني الأشجار ديال الزيتون، إي ليلفاج يمثل تخوازيام سورس دو روفوني أبخي لي سيريال إي لي زوليف، داكا، من بعد السيريال يعني الفلاحة نتاع الحبوب، داكا، أو ديال الزيوت ديال الزيت ديال الأشجار ديال لي زوليفي، كيجي عندنا ليلفاج نتاع الأشجار، ليلفاج اللي هو التربية ديال الحيوانات، التربية ديال الأغنام، الحيوانات، يعني دو سو، داكا. Alors maintenant, la région du Seis, mademoiselle, monsieur, Tengourou, face Seis. Donc, la région du Seis, qui dit, pour le Manatak, dit le Wusta, dit le Maghrib, d'accord? Surtout pour le Manatak, dit Fès, Sforo, Meknes, Azro, Ifren, Boufkren, Khnef Raiger, شنو اخر تهلا وتت الحاج تازا تونات. دونك مناطق كلها كتجي في لا ريجون دو سيس داكوغ، اوفر دي كونديسيون دو في رورال باغمي لي مايور او ماروك. دونك هاد المناطق نتاع سيس فيها احسن يعني المناطق القرويه، المناطق القرويه احسن المناطق القرويه اللي كاينه في الماروك، كاينه في المنطقه المناطق ديال سوس اللي هضرت، يعني لي كونديسيون دو في ما شاء الله، طبيعه الفلاحه، تربية الأغنام، يعني سي بو سي جولي، سات زون أو غولييف بو
accidenté possède des terres de bonne qualité, d'accord? Manater les y a des reliefs peu accidentés, accidentés. Il y a quelque chose qui est dans les mains, d'accord? Il y a une petite de machine qui est bizarre, il y a une petite de les voix. On va voir le chalet, inshallah. Il possède des terres de très bonne qualité. Il possède des terres de très très bonne qualité. Pardon. Il possède de très bonne qualité. Ok. Alors, cependant, relativement très peuplé. Malgré ça, donc, je ne sais pas. سكانتها قلالين داكور سكانتها قلالين بالمقارنه مع لا ريجون، لا ريجون كبيره ولكن سكانتها كيتمركزوا في دو غروند فيل اللي هي فاس اي مكناس. لي غروند دومين اغريكول برودويس دو فاسون انتنسيف دي سيريال داكور، يعني لي دومين يعني المناطق الزراعيه ولا التخصص الزراعي اللي في هذه المنطقه هذه كيتكون من السيريال، من الحبوب، الزرع، القمح، الذره، فارينه اي انسي دو سويت، اي دو ريزان ديال الزرعه ديال العنب، العنب داكور، العنب اللي كيتستعمل بوغ لا فينيفيكاسيون، لا فينيفيكاسيون، لا فينيفيكاسيون هي التصبير، ماشي التصبير، هي العصر نتاع العنب سورتو في منطقة نتاع مكناس. دونك الغيزان بوغ لا فينيفيكاسيون ماشي ديال الأكل، ماشي كفواكه باش ناكلهم، ولكن كيصنعوا منهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اي دي زوليف بوغ لي زويل، مناطق اللي هي معروفه بالزراعه تاع الاشجار الزيتون وبالزيوت نتاعها احسن جوده في المغرب، بين احسن جوده في، ماشي بين احسن، احسن جوده نيت، ماشي من بين، داكور، خلينا من المناطق نتاع تارودانت، نتاع زيت تارودانت، نتاع النواحي نتاع مراكش، ولا نتاع النواحي نتاع الشماعيه، ولا النواحي نتاع نو، عندك لي ريجون لي بلو زيتون نتاع احسن ريجون عندنا في المغرب اللي هي مناطق نتاع سيس بطبيعه الحال، سي ما شاء الله لوغو المواد الغذائيه سي مانيفيك. Alors, les grands domaines agriculture qui m'agonnent à céréales, le raisin, les olives, pour un, le reste est morcelé en petite exploitation vouée surtout de la culture léa vivière. Et hada, akbar problème, lequel je ne vois. دونك من بعد الحبوب، العنب، الاشجار ديال الفواكه اللي هي مجموعه ديال اشجار الفواكه، نقدروا نقول على سبيل المثال حب الملوك في المنطقه نتاع صفرو، عندك لي سوريز هي حب الملوك، لي نكتارين، لا بيش، لي زابريكو، المشماش، الخوخ، الشهديه، كل شيء في ذوك المناطق تسمى، كل شيء في ذوك المناطق، اي حاجه كذاك الفواكه اللي كتشوفوا دابا بيان سور، يعني كيما قلنا الشهديه، الخوخ، انسي دو سويت، ذوك الطبقات نتاعها، داكور، كل شيء كيجي من ذاك المنطقه، بوكو؟ باسكو لا تيغ الي تخي فيرتيل بطبيعه الحال، مي لو كغون بروبليم، لو كغون بروبليم ديال ذوك الاراضي، كومو الي مورسولي، مورسولي جاي من لو مورسو. لو مورسو هو واحد الجزء داكور، يعني ما كنلقاوش ضيعات فلاحيه، كيفاش ما كنلقاوش ضيعات اييه، ما كنلقاوش ضيعات فلاحيه. وهذا الشيء مادموزيل مسيو، هذا الشيء حنا في المغرب كله، راه في المغرب كله، ماشي سميتو في المغرب كله، بون ماشي نقدر ما نقولوش في المغرب كله، يعني في مجموعه تاع الدول غنقارنوا الدول العربيه والاسلاميه داكا، ونقارنهم مع الدول اللي هي اش اللي هي اللي هي امريكا، نقارنوا مع امريكا سبيا والدول الاوروبيه. الو حنا عندنا في الدول في المغرب ولا الدول العربيه داكور، عندنا شنو تيوقع عندنا، كيكون عندنا اراضي، با ايماجين معايا، اعطيني عقلك ياك، حاضري معايا الشباب ياك، جو بارلي فوزيت افيك موا. وي ميسيو. اوكي، الو عندك سيدي في الدول العربيه والاسلاميه، اون فوا
كنا كنسمعوه في التربيه الاسلاميه كون ايتي انكور جون، سورتو كنقولوا هلك هلكم فترك، على المدرج كنهضروا شنو هو الارث، الورث، الورث الورث. الله يرضي عليك. الوغ حنا عندنا كيموت دابا، ايماجين دابا نتايا، ايماجين معايا غادي يمشيو لواحد المنطقه داكور وغادي يلقاو الجد نتاعك داكور، والجد نتاعك عنده 14 ولد تبارك الله، زيد هاد 14 ولد تبارك الله واحد الوقيته كانت عنده واحد 100 كتار، كيفاش 100 كتار تبقى غادي فيها غادي فيها غادي فيها غادي فيها حتى تعيا بالطوموبيل ماشي لرجلك مازال باقي. اي زيد الجد توفى عنده 14 ولد، كاينو دوك الابناء اش كيديروا؟ كيقطعوا دوك الاراضي، كل واحد كيقطع له كيجزؤوا دوك الاراضي داكور، وكل واحد كيورث، وان فوا كل واحد كيورث داكور اشنو كيولي عندك؟ شنو كيولي عندك؟ كيولي عندك داك 100 كتار مثلا 10 د الناس، داك 100 كتار تقسمت على 10 د الاولاد، جات كل واحد 10 كتار، نفرض مثلا كلشي دراري، دوك الدراري كينوضوا يعني الجد نتاعك يعني الاباء نتاعك داك كينوضوا كيعيشوا بداك 10 ديال الكتارات، كل واحد كيتزوج 4 ديال العيالات، وكل واحد كيولد واحد 25 دري داكوغ، نهار كيموت كهلك هلك فترك، كينوضوا داك 25 واحد كيقسموا داك 10 ديال الكتارات عليهم، شحال كتجيهم الواحد؟ كتجيهم اسيدي واحد 300 ولا 400 متر، كيجي كل واحد كيجي 300 400 متر، كينوض داك هذاك اللي جاتو داك 300 400 متر، كينوض كيتزوج كيخلي واحد 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 5 ولا 6، كينوض داك كنا داك 5 ولا 6 بحال كيموت هو، كينوض كيقسموا داك الورث، كيولي داك الورث شنو عباره عن اش؟ عباره عن جزء ابين فاش تبني بيت ولا فاش تبني براكه. با ايماجين من الجد 100 كثار حتى لعندك انت بقات بك باش بقات عندك يلاه واحد 30 ولا 40 متر باش تبني براكة نص بلان كما تنقولوا، فهمتوا هادي اش بغيت نقصد بها ياك مادموزيل مسيو؟ وي مسيو. اوكي ميرسي. الوغ هنا مادموزيل مسيو نقارنوا حنايا افيك لاميريك اولا لي بي اوروبيان، شي كل جد عنده 100 كتار كيولد جوج ثلاثه اربعه الاشخاص بحال كيموت كيبقاو هما مجموعين في داك في داك في داك 100 كتار، والدرجه انهم كيحاولوا يطوروا الملكيه نتاعهم، كاينوس كيشرو اراضي اللي على جنبهم باش كيوسعوا الملكيه، كينوضو كيتزوجوا كيبقاو عايشين مع بعضياتهم، وكل واحد شنو شاد كيولدوا كيجي ولادهم كيمشيو يقريوهم في هارفارد كيقريوهم في كامبريدج كيقريوهم في جورج واشنطن كيقريوهم في جامعات كيقريوهم في معاهد عليا التجاره، كيجي ولاد احفادهم كيجيبوا دي نوفيل تكنولوجي كيجيبوا دي نوفيل فيو كيجيبوا دي استراتيجي كيجمعوهم كينوضو كيزيدو اراضي اخرين، يقدر يكون الجد النهار الاول بدا ب 10 كتار دابا غتمشي لعند الاحفاد، الاحفاد نتا غتلقى 200 300 كتار، دونك هما يعني كيجمعوا داكور وكيديروا ملكيات اللي هي كبيره، حنا الملكيات اللي هي كبيره اش كنديروا؟ كنقسموهم داكور، وهلا هي دابا هادشي كاع كامل باش غادي نجيو لعند اش غادي نجيو لعند لو ريست اي مورسولي، مورسولي سافي دي اخوا مورسولي سافي دي انك قسمهم دي مورسو اون بيتيت اكسبلواتاسيون اون بيتيت اكسبلواتاسيون يعني مستغلات صغيره اراضي صغيره داكور، وسورتو فوي سورتو لعند اش لعند لا كولتور فيفيير تخصص عند لا كولتور فيفيير، لا كولتور فيفيير هي الفلاحة فيفيير اللي هي معيشية، واحد عنده واحد 100 متر كيسقيها
كيجي كيزرع فيها واحد الطريف ديال المطيشه، واحد الطريف ديال البصله، واحد الطريف انت عادي، واحد الطريف انت عادي. داكا يعني كتولي انت عندك الملكيات صغيره وما يمكنش تدخل فيها لا تكنولوجي. شتي والله والله الذي لا اله الا هو، حنا دابا كنستوردوا واحد الكميه نتاع مئات لا مش ملايين ديال الاطنان نتاع القمح نتاع الحبوب اون جينيرال، الحبوب اللي هي الزرع، القمح، الذره، اللي هي اللوبيا، اللي هي العدس، اللي هي الجلبانه، اللي هو الحمص، يعني الحبوب اللي صغيره اون جينيرال. داكا حنا كنستوردوا مئات الملايين ديال ما نقولش عشرات الملايين ديال الاطنان نتاع هاد الحبوب كلهم. اشنو هو السبب؟ والله الا نبين الاسباب اللي عندنا هو هاد التجزئه نتاع الاراضي. داكا كتجي انت انا دابا حنا كنا خوت، ايماجي كنا خوت داكا وورثنا، وكلنا ورثنا وفي واحد البقعه كلنا واحد نتجاور مع الاخر داكا، ولكن باش واحد النهار نتفاهموا ونقولوا اجي هذا العام غادي نزرعوا كلنا العدس، او هذا العام غادي نزرعوا كلنا حمص البواشيش، او هذا العام كلنا نجمعوا لوغج اللي هو الزرع. نو، واحد بغى يزرع الزرع، واحد بغى يزرع القمح، انا كاع ما بغيت نزرع والو كاع، انا بغيت نزرع الشوك. ما يمكنش نتفاهموا، وان فوا ما يمكنش نتفاهموا يعني ما يمكنش ندخلوا لا تكنولوجي، ولا ما دخلناش لا تكنولوجي ما غاديش تكون عندنا الانتاجيه اللي هي كبيره. اي سا سي ان غران بروبليم اللي عندنا مادموزيل مسيو. داكور الوغ ماتونو نرجعوا لعند سايس. قلنا في رورال بارمي لي ميور او ماروك، سات زون بو اكسيدونتي بوسيد دي تيغ لي دو بون كاليتي غولاتيفمون بو بوبلي، لي غران دومين اغريكول برودويز دو فاسون انتنسيف سيريال غيزا اي فينيفيكاسيون اي انسي دو سويت. نرجعوا دابا لعند لا كارت. دابا لا كارت اون فا اكسبليكي، اون فا دوني اون رياليتي دونك لا كارت ديال لو ماروك. الوغ قلنا سايس في دا بلاصه كتجي سايس مادموزيل مسيو، سايس كتجي في لا ريجيون نكبروها باش نشوفوها في الخريطه اين توجد. هكا دونك لا ريجيون دو سايس، فوالا سي لا ريجيون دو سايس. هكا سي لا ريجيون دو سايس، لا او اليا عندنا فاس، لا او اليا عندنا صفرو، لا او اليا عندنا خنيفره ايسي، عندنا مكناس ايسي، عندنا ازرو ايسي، عندنا خنيفره، عندنا تازا، عندنا تاونات، عندنا دونك هاد البلاصه كلها اش كتسمع عندنا، كتسمع عندنا. دونك هادي من بعيد انصغرو دابا الخريطه شويه، ديزوري نسيت كاع. دونك قلنا هاد البلاصه كلها داكو هي اللي كتسمى، نقص شوي فوالا. دونك هاد المنطقه كلها اللي كتسمى عندنا منطقه ديال سايس داكو، منطقة ديال سايس هنايا. شنو كاين فيها؟ كاين فيها يعني كاين فيها جبال وي سي فغي، كاين فيها هضاب وي سي فغي، كاين فيها تلال وي سي فغي داكو، مي هاد البلاصة كلها بيان سور. اي لي تيغ اللي كاين هنايا سي دو بون دو بون دو بون كاليتي بيان سور. و اون فوا تنقولو الزيتون او لا تنقولو لي زاموندي الاشجار ديال اللوز، او لا تنقولو لي فيغي، او لا تنقولو حب الملوك، او لا دائما 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 الاشجار كنزرعوها في المناطق اللي كتكون مرتفعه. المناطق اللي مرتفعه كنزرعو فيها الاشجار، علاش؟ باسكو الاراضي اللي منخفضه كنزرعو فيها الحبوب، كنزرعو فيها الخضر، حيت الا زرعنا في الاراضي المنخفضه الاشجار غتغطي لينا على مناطق اخرى داكو. ومع العلم ان كاين اشجار ما كيتزرعوش في الجبال، في الاراضي المرتفعه خص تكون في الاراضي اللي هي منخفضه. بحالاش؟ بحال مثلا لي غيزان، الداليا ديال الغيزان ديال العنب، مثلا ديال الليمون، لورانج، زورانجي، ما يمكنش يتزرعوا في مناطق اللي هي جبليه. عندنا مثلا لي بالمي، النخل، حتى هو كيتصرف في مناطق اللي هي كتكون منبسطه، ما خصهاش تكون هي مرتفعه. يعني شنو هو السبب؟ شنو هو السبب؟ يعني سبحان الله ولله في خلقه يشوع سالينا. دونك كيما قلنا هاد المنطقه هادي هنايا منطقه اللي هي بيان سور ان بو شاسعه، ولكن اللي هي لو موان بوبلي
دونك بالنسبه تاع السكان فيها ذكر اللي هي قليله. كيفاش غتعرفوا السكان؟ ما نعرفوش السكان من الخريطه هذه، غتشوفوا مع الشاد الدوائر هادو هنايا، مع الدائره كتكون كبيره، مع يعني المدينه كتكون الكثافه السكانيه اللي هي كبيره، مع المدينه النقطه الدائره اللي هي صغيره، مع الكثافه السكانيه صغيره. بون غتشوفوا معايا هنايا بطبيعه الحال سي لا فيل دو كازا بلانكا، غابه داكا، كازا مع غابه، بون فوالا كازا غابه قنيطرة داكا، يعني ها مراكش نسبة اسفيوسي، دونك مناطق اللي هما كبارين، وجدة وكذلك هنايا المنطقة تاع طنجي داكا، دونك مناطق اللي هي دوائر اللي هي صغارين ولا صغارين بزاف، كيشكلوا اني ما حدا كتكبر، ما حدا مركز كبير، ما حدا كتصغر، ما حدا كتفتح السكانية اللي هي صغيرة. اوكي الوغ ماتنو الغرب مادموزيل مسيو، الغرب داكا. دونك اشكون هو الغرب؟ اشكون هو الغرب؟ هي مناطق اللي هي غربيه، المناطق الغربيه ديال البلاد داكا، سي لا باغدي اوكسيدونتال ديال دو لا بلان دو سبو. دونك اللي هي اللي هي لا باغدي اوكسيدونتال، الجهه الغربيه ديال حوض ديال سهل سبو او حوض سبو، اون كونتاكت افيك لاتلانتيك، سي سيت ريجيون ها برودوي دو بيتراف سوكريير دو لا كان ا سوكر، اي او سود ديال الغرب لي فوري دو معموره بوس لو شن لياج اي لوكاليبتوس، سات فوري كي لا ريجيون موان بو بلو دو نوار دو لاتلانتيك، سو لابيتون كيلكوز اوفري اغريكولتور et quelques bergers qui gardent leur troupeau. نرجعوا الان الخريطه مادموزيل مسيو، نو قبل ما نرجعوا للخريطه نشرح بعدا كاين هنا. دونك الغرب سي لا ريجيون اوكسيدونتال، اللي هي المنطقه اللي هي الغربيه نتاع السهل ديال سبو، سهل ديال سبو اللي عندها كونتاكت مع اش؟ مع الاتلانتيك، مع البحر، مع المحيط الاطلسي. اوكي برافو ما شاء الله. سات ريجيون مالها؟ سات ريجيون بريدوي لا بيتراف سيكريير. دونك اشنو هي لا بيتراف سيكريير سي فو بلي؟ فوالا نعاود نسيليكسيونيها، لا بيتراف سيكريير. وي اشنو هي بيتراف سيكريير؟ شنو نعبو لها عاوتاني 200 درهم؟ ها؟ دونك ما عرفتوش؟ دونك لا بيتراف سكريير مادموزيل مسيو، دونك البيتراف بوحدها، البيتراف بوحدها كنقصدو بها الباربا بالدارجة، الباربا داكاغ؟ عندنا البيتراف سكريير اللي هو الشمندر السكري. الشمندر السكري هو البيتراف السكريه، دو لا كان سكر، لا كان سكر اللي هو سي قصب السكر، بيتراف سكريه قصب السكر، يعني هما المناطق باش معروف هما الفلاحه باش معروفه عندنا الغرب واحد النسبه كبيره جدا وجدا داك هذا الغرب هذا. دونك في الجنوب نتاعو كيتلاقى مع غابات معمورة، هاد غابات معمورة هادي داكا اللي هي أكبر أكبر غابة، أكبر غابة كاينة عندنا في لا في لا 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 لافريك دو نور، في شمال إفريقيا. أكبر غابة داكا في شمال إفريقيا هي غابات معمورة. هاد غابات معمورة بوسيد باردون بوس ولا بوسيد لو شين ليج، لو شين ليج، لو شين هو لا 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 البلوط، لو شين هو البلوط داكوغ، ليج هو الفلين، تنقولو البلوط الفليني شين ليج داكوغ. كيفاش غادي نديرو نعرفو هاد الشين ليج؟ غادي نحاول نعطيكم ان اكزومبل باش غتعرفو الشين ليج من الشين اللي هو نورمال، البلوط اللي هو نورمال داكوغ. شين ليج مادموزيل مسيو، دونك جو شيرش سو جوجل باش نعطيكم سميتو. وازالي فوا
Chaîne Liège. Voilà. Alors, partager la photo, les photos. Voilà. Voilà, mademoiselle, monsieur. D'accord? Maintenant, chaîne Liège. Qui m'a que tu vois derrière ce soir? Voilà. Si. Donc, c'est l'autre. شنو عنده هنايا كيما تيقولوا صلع هاد البلاصه اللون مختلف واش هذا هنا صبغناه باللون وهذا صبغناه باللون نو نو راه اللون تاع هاد البلاصه اصلا راه هو هكا نوار ولكن هاد المارون منين جا منين جا ها نعطيكم المثال الثاني فوالا فوالا كومون الي داكا دونك عندنا هنا كحل عندنا هنا مارون منين جا داك الشيء كيفاش جا ها المثال الثالث عاود ثاني داكا ها انت اوكي ها مثال سابع انت لتحت داكو والامثله تتعدد كثيره 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 بزاف 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 اوكي هذا الشيء علاش كنديروه دونك كنشوفوا هنايا اشخاص هما في العمليه كيديروا هذه العمليه هذه كيحيدوا داكو دونك اشنو كيحيدوا كيحيدوا صفائح دايره بحال هكا داكو صفائح دايره بحال هكا داكو هاد الصفائح إن فو كيحيدوها إل فون لا ديبوزي بحال هكا فوالا دونك كيحيدو من هنايا وكيحطو حاجة على حاجة داكوغ ألوغ أش كيديرو بهادشي أش كيديرو بهادشي إلا عمرك سمعتي الفلين كيما سمعتي الفلين تيب الفلين كيما كان النوع نتاعو داكوغ راه كيتحيد من الشجرة تاع البلوط داكوغ أشنو هو الفلين دابا غنشوفو chêne liège bouchon voilà شتي هذا هاد لي بوشون هادو هادو هنايا باش كيديروا القراعي باش كيعمروا باش كيصوبوا القراعي كيسدوا شي قراعي او لا كيديروا في الصنارات باش كيصيدوا او لا كيديروا في ماتيريال باش انهم كيفلوطيو باش انهم ما كيبقاوش كيغرقوا داكا هاني كيحيدوهم من هنايا اللي كتكون هي عباره عن هذا داكا كيشدوا هاد البرودوي هذا الجلده القشره كتكون هنا هادي هي هادي كيحيدوها كتولي هادي طبيعة الحال كتحيد كتولي هادي بيان سور كتمشي كترونسفورما دونك اجزاء كثيره كيفاش كتولي انتم كتشوفوا معنا داكور كتمشي كترونسفورما كترونسفورميوهم يعني كيديروا كينقيوهم بعدا داكور كيطحنوهم تيعجنوهم مع لاكول مع المواد اللي كتلصق داكا باش في الاخر كيعطيونا دي برودوي بحال هكا هادو دي برودوي حنا كننتجو هاد لي برودوي بحال هكا داكا ولكن انت بحركه تجي عندنا حنا كننتجوك برودوي بحال هكا كان هذا مثلا هذا كما كتشوفوا راه فيه دي ديسان فيه دي ديسان وهاد لي ديسان هادو هنايا بطبيعة الحال شنو ممكن أننا نطبعوا فيهم لي ديسان اللي بغينا ونكتبوا الأسماء والأشياء اللي بغينا بطبيعة الحال سون بروبليم بيان سور داكوغ دونك هانتوما عرفتوا بون نو فواغ كي سون لي ديفيرون برودوي اللي كيقدروا يديروا منهم بون ما كاينش تصاور سالينا حيد عليا المال دونك مادموزيل مسيو اسكو فو زافي ديجا فيو هادوك لي زاربغ تاع البلوط دايرين بحال هكاك وي واش كاين فيكم عمرو شي واحد شاف هادوك الشجر تاع البلوط بحال هكاك نو اوكي الوغ دونك هذاك هاد حنا شفناهم دابا شفناهم كيفاش كيكونوا وشفناهم علاش كيدار لهم بحال هكاك الوغ كي عندنا البلوط داكا وكي عندنا لوكاليبتوس لوكاليبتوس النوع تاع الشجر داكا كنقولوا حنا لوكاليبتوس بالعربيه داكا كاليبتوس عندنا سيغتان فوغي اي سون ريجون مون لي بوبلي دونك هاد لا ريجون تاع معموره ما شاء الله كبيره داكا حتى هي لي موان بوبلي بالمناطق الاقل نسبه تاع السكان في المغرب داكا بوركوا باسكو عباره عن غابه داكا واغلبيه تاع الناس اللي كيسكنوا تما هما اشخاص اما فلاحه دي زوفري اغريكول اما فلاحه او لا دي بيرجي هما الكسابه
des bergers qui gardent leurs troupeaux, les qui حضيو, les qui حرسوا, bien sûr, les troupeaux تاعهم اللي هما القطعان تاع الماشيه. دونك هذه هي المنطقه تاع الغرب. داكوغ، عندنا لي هوت بلاتو سنترال. لو هوت بلاتو سنترال، الهضاب العليا، الهضاب العليا الوسطى. داكوغ، الهضاب العليا الوسطى. دونك au sud de l'Europe, c'est une région dont les coins sont Rabat, Meknès, Khnefra. C'est une zone parfois montagneuse, malgré les précipitations relativement abondantes, il y a peu de cultures car les sols sont pauvres. En revanche, l'élevage est pratiqué par les pasteurs, les confédérations Zahir, Zemmour, Zayan, Zemmour, Zahir, d'accord, les trois Z, produisent avec la laine du mouton et ainsi de suite. Donc on a les hautes plateaux. Donc les hauts plateaux متوسطية للوسطى, d'accord? اللي كتمتد من 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 المحيط الأطلسي حتى المكناس حتى الخنيفرة, d'accord? منطقة اللي هي اوكي ندخلوا نمشيو للخريطة احسن باش نشوفوا ونعرفوها فين البلاصة كتجي اكزاكتومون. اوكي الوغ مادموزيل مسيو, قلنا الهضاب العليا, الهضاب العليا داكا متوسط الوسطى منين بصح كتجي. دونك كتبدا من هنا لي كوان تاعها كيما قالوا لي كوان تاعها شكون هما لي كوان تاعها. هما اسيدي عندك هنايا الرباط, الرباط عندك هنايا مكناس وعندك هنايا خنيفرة. داكا عندك هنايا خنيفرة. دونك هادو هما المناطق. دونك دايره بحال هكا على شكل تاع مثلث, داك ماشي مثلث مثلث ملي كوا انتهى. دونك تسمى هادي الهضاب العليا, ما هي ماشي هي سلسله جبليه ولكن ماشي هي دونك هضاب عليا. داك هاد الهضاب العليا مدموزيل مسيو, دونك كوم كوم جيدي يعني الاراضي اللي فيها اراضي اللي هي غير تربه غير خصبه, نو فيرتيل السول سي با فيرتيل. داك ني با فيرتيل. Mais leur activité principale, اللي هو تربية الأغنام ولا تربية المواشي. داكا ألوغ تربية الأغنام ولا تربية المواشي. إين فوا تنقولو كنقولو السردي بيان سو كنقولو على هاد المنطقة هادي هنايا, كنقول هاد المنطقة هنايا. إين فوا تنقولو البرقي أو لا زايان, داكا كنهضرو على هاد المنطقة هنايا. أوكي إي هاد المنطقة شنو كتسمى؟ كتسمى زمور زعير, والمنطقة نتا نتا خنيفرة كتسمى زيان, مناطق نتاع زيان بيان سور. داكو دونك كوم جي دي اغلبيه نتاع لاكتيفيتي نتاعهم المعيشه نتاعهم كيعيشوا عن طريق التربيه نتاع الاغنام والتربيه نتاع المواشي. ها عندنا لي با بلاطو, لي با بلاطو كوتيير, لي با بلاطو كوتيير. داكوغ الصفائح المنخفضة اللي هي الساحلية. داكوغ سيتون دو غابا اي صاويرا اونتر لا كوت دون مارش دو 100 à 150 متر دو هوتور بلوز اتخوات او نور اي كو بلوزيور بارتي سنترال اي كونستيتو لي دي غراند ريجيون اغريكول دو ماروك. دونك الهضاب ولا المرتفعات ولا الطبقات المنخفضه اللي كاينه في المغرب داكو كتمتد من الرباط حتى اي الصويغه. نرجعوا للخريطه ونشوفوها الامتداد نتاع دي غابا اي الصويغه. داكا دونك منطقه كل كلها منطقه كلها يعني من هنايا ها الرباط, ها الرباط. دونك منطقة كلها كتجي إيسي إيسي جوسك إيسي جوسك إيسي جوسك إيسي حتى لعند هنا حتى لعند إيه المنطقة نتاع الصويغة. ميم راه ممكن نجمعو مع هاد المنطقة هنايا عرفتيني, هنا غنمشيو ندخلو للحوز غنمشيو ندخلو لتانسيفتي أنسي دو سويت. مي كتبقى في هاد لا ريجيون ديراكتومون من الصويغة عندنا حتى الغابة بطبيعة الحال, أراضي اللي هي منخفضة لدرجة أن الارتفاع ديال الأرض ما كيفوتش 100 أونتخ 100 إي 150 متر, 150 متر على سميتو, وكتمتد المسافات اللي هي طويلة جدا 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 تبارك الله, اللي كتسمح لك أنك أنتايا إي فون فيغ دي زاكيكولتور غادي يديروا زراعات. كاين عندنا دي كروند دومين يعني ملكيات فلاحية كبيرة, وهاد المنطقة هذه يعني من الرباط لهنايا تقريبا من زعير, أوكي من زعير لتحت
انت غادي انت غادي انت غادي حتى عند بيان سور حتى عند دونك كاين كاين عندنا هنايا بحال كنقولوا كاين عندنا منزعر كاين عندنا عبده كاين عندنا دكاله كاين عندنا سميتهم كاين عندنا حاحه كاين المنطقه نتاع حاحه كاين يعني الشياضمه منطقه نتاع الشياضمه يعني مناطق اللي هي كومو الي شاويه وي شاويه ورديغه وكذلك مناطق اللي كلها دونك معروفه مناطق اللي هي فلاحيه. غتقول لي استاذ هذه التسميه تاع المناطق سي كوا سي كوا الشاضمه دكاله عبده سي كوا دونك هما اسماء تسمى داكور اطلقها الناس القدماء على مناطق اللي هي نسبه لبعض القبائل داكور نسبه لبعض القبائل اوكي. هاد القبائل هذه اللي كانت ساكنه في ذاك المنطقه ولات عندنا منطقه كتسمى باسم تاع القبيله بيان سور. كيبقى الاسماء التسميه يختلف فيها يعني المؤرخون و لي زيستوريان هما المؤرخون دونك كل واحد شنو تيقول كل واحد شنو تيقول. ومي الغريب في الامر ان كاين عندنا مجموعه تاع الاسماء مجموعه من الاسماء لها دلالات امازيغيه دلالات أمازيغية داكو عادي وما فيها عيب ما حرام. وعندنا مجموعة نتاع الأسماء تسميات عندها دلالة سميت بأسماء عربية قحة داكو يعني امتداد نتاعها بحال كنقولوا العربية القحة يعني كنهضروا على الجزيرة العربية يعني المصدر نتاع الجزيرة العربية بطبيعة الحال. وكاين مناطق اللي كاين فيهم قبائل عربية ولكن يسمون بأسماء اللي هي أمازيغية ولا ضرر في ذلك بيان سور. دونك ان شاء الله اخر بارتي داكو. زائد قلنا هذه المنطقه هذه اللي كتمتد بيان سور من الرباط حتى الصويره على حسب لاكوت على حسب لاكوت اللي على حسب البحر كتعتبر il constitue l'une des grandes régions agricoles au Maroc. أكبر المناطق اللي هي فلاحية عندنا في الماغون كوغ. ألوغ عندنا منطقة ديال الشاوية منطقة ديال الشاوية أوتوغ دو كازابلانكا إل بروفيت دو لامبوغتون مارشي دو كونسوماسيون أوفر باغ لا برانسيبال ميتروبول et son port d'exploitation, la surface consacrée aux agricultures maraîchères le long du littoral voisin, avec des terrains d'élevage de vaches, de vignoles et la chaouia sont réputés par... d'accord. Ok. Alors, chaouia, c'est Montaq Ntakaza. منطقة نتاع كازا دي كتسمى الشاوية. منطقة نتاع كازا مالوغوزمون حتى هما عندهم دي بتيت اكسبلواتاسيون يعني أراضي زراعية ولا أراضي فلاحية اللي هي صغيرة كتعتمد سورتو سورتو على الفلاحة المعيشية. والفلاحة المعيشية شنو كنقصدو بالفلاحة المعيشية؟ الفلاحة المعيشية كنقصدو بها أشخاص كيزرعو داكوغ بحال كيجنيو كياكلو هما كياكلو هما داكوغ وكيحاولوا كيبيعوا مي كيبيعوا عند الاسواق ديالهم في العروبيات ديالهم داكا. ماشي ان ماشي ان فلاحه اللي هي تصديريه او لا ماشي تصديريه وداخل البلاد او لا تصديريه حتى خارج البلاد نو يعني كتعتمد سورتو في الشاويه فلاحه اللي هي فيفيير ولا ماريشير بطبيعه الحال. اغلبيه نتاع الناس تما كاين نتاع كازا كيعتمدوا على الانشطه الاقتصاديه الانشطه الصناعيه لاندستريال اي كوميرسيال داكور. بوركوا باسكو ايل بينيفيس بدو غران بور اكبر من الكبير من ناحيه نتاع الرواج التجاري من الكبير نتاع الرواج التجاري او نيفو ديال كازا بطبيعه الحال. دونك يستافدوا من هذاك الميناء عن طريق التجاره عن طريق الصناعه عن طريق الخدمات اون جينيرال. الفلاحه تما كتقتصر على كوم جي دي لاغريكولتور ماريشي الفلاحه المعيشيه بيان سور زائد ليلفاج ليلفاج ديال لي فاش داكور التربيه نتاع الابقار بطبيعه الحال. زائد كاين مناطق شاسعه شاسعه ديال الزراعه نتاع العنب نتاع الزراعه نتاع العنب اللي كيدخل حفظنا حفظنا الله واياكم من الصناعه نتاع الخمور ان سي دو سويت.
عندنا لي دكالة، دكالة أسماء، أسماء ما كاينش داك الدكالية معانا هنا خرجات واه خاسر. الو دكالة اي عبدة أحمر، دكالة عبدة أحمر هي القبيلة كتسمى عبدة أحمر، مي التسمية المطلقة عليها سي بزاف سي عبدة داكوغ. وكان واحد الوقيتة دون زون ايبوك في ليستواغ كانت عندك سيدي كنقولوا الدكالة العليا والدكالة السفلى، أو الدكالة الشمالية الدكالة الجنوبية داكوغ. هاد الدكالة هادي يعني قبائل قبيلة يعني اللي هي كبيرة جدا 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 تبارك الله. كتمتهن كياكلوا كي كيما تيقولوا كياكلوا من العرق نتاع الجبين نتاعهم داكا، يعني تيخدموا ديال دي مارد تيضربوا فريمون تمارو في اش في الفلاحه. يعني عندك كاين واحد ليستواغ، واحد القصه كتعاود ماشي قصه يعني خرافه يعني واقعيه، بان عندك بين عبده وبين دكاله داكوغ كاين واحد البئر داكوغ، وداك البئر راه كتنوض عليه القتيله راه كيموتوا عليه الاشخاص، كيموتوا الناس كيموتوا عليه داكوغ. هاد المره نقتلوا حنا من دكاله، المره الجايه حنا ندخلوا نقتلوا من عبده. هي يعني سيدو سود دائما كيدابزوا على هذاك البئر بطبيعه الحال. علاش علاش نهار كطيح الشتا، نهار كطيح الشتا الامور عندهم مزيان، راهم فرحانين واكلين شاربين ناعسين بخير، داك البير كاع ما كيسولوا فيه. نهار كتنقص الشتا لا حنا عبدا كتقول لك البير ديالي، الدكاله كتقول لك البير ديالي، اي توجور اي سون اون كونفلي بطبيعه الحال. الوغ كونستيتي ان زون دو ميم سوبيرفيسي كو الشاويه مي بلو بوبلي اي سون طون دو سود دو عمر الرابع سور ان بروفوندور ماكسيمال دو 80 كيلومتر لا بريسيبيتاسيون ne se dépasse pas 3 000 km par mètre millimètre par an. La classe de domine semi-aride dans la grande partie de la région. Les revenus paysans, le bovin, le côte, des cultures maraîchères intenses, tomates, et ainsi de suite. D'accord? Donc, maintenant, de quel abda il y a une montagne. Près de 9 montagnes de Chouia. من نفس المنطقة نتاع الشاوية مي بلو بوبلي، فيها واحد النسبة كبيرة نتاع الأشخاص، فيها كنقصدو بها جديدة سيدي بالنور، كنقصدو بها دكالة، كنقصدو بها يعني مجموعة ديال دي فيل، مجموعة ديال دي فيل اللي كاينين تما كاين داكوغ، اللي كتستافد من الواد نتاع أم الربيع، من الواد نتاع أم الربيع ماشي الواد، نهر أم الربيع داكوغ، نهر أم الربيع. وهذا النهر ديال ام الربيع بيان سور يعني واد النهر اللي هو ما شاء الله عليه الوغ سور اون بروفوند يعني كيدخل حتى ل 80 كيلومتر يعني هما عبدو دكان راه كاين على وجه البحريه على الاتلانتيك، مي يل بوف اونتري يل بوف اونتري على 80 كيلومتر تقريبا على الانتيريور ديال 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 البيي بيان سور داكا. نرجع للخريطه بور كو فوز الي افوار اون بيتيت ايدي. الوغ تنقولوا عبدة دكالة بون فوالا عبدة دكالة، دونك كاينة في هاد المناطق اللي عندنا هنايا داكا. دونك ها النهر أم الربيع كيما كتشوفوا هو داك كاين عندنا هنايا واخا ما باينش مزيان داكا، بحال غادي نشوفوا الأنهار إن شاء الله نوصلوا غادي نوفوا. دونك عبدة دكالة فينا بلاصة كاينة كيما قلنا، كاين عندنا في الجديدة، كاين عندنا سيدي بالنور، كاين عندنا بولعوان، كاين عندنا فقيه بن صلاح، دونك هادو كامل مناطق كتسمى عندنا الدكانة عابدة. دونك كتدخل كتزيد مازال باقي كتدخل هنايا، كتدخل هنايا بطبيعة الحال المسافة تقريبا ديال حتى 80 كيلومتر كلها كتسمى عندنا عابدة الدكانة بيان سور. من بعد منا غادي يجيونا الشياطمة، غادي يجيونا اكس ايكغيك محروس نشوفهم هاد العشية هاد النهار هذا بيان سور. دونك قلنا هاد عبدة دكالة مادموزيل مسيو باش معروفة عندنا، باش معروفة عندنا، عندنا معروفة بتقريبا لي بريسيبيتاسيون الأمطار
ما كتجاوز 3000 ملم في السنة، و3000 ملم في السنة يعني شي حاجة اللي هي ما شاء الله، شي حاجة اللي هي كبيرة. داكا الوغ كلاس دونومي دونك كيتكلاس 3000 ملم في السنة، كان كلاس هو في مناطق اللي هي شبه قاحلة، شبه قاحلة ماشي قاحلة ولكن شبه قاحلة. دون لا بلو غروند بارتي دو لا ريجيون لي غوفوني دو بايزون سون كومبليتي باغ ليلفاج. دونك المداخل تاع الاشخاص ديال ديك المنطقة تاع الكالا كيعتمدوا على ليلفاج دو بوفان. ليلفاج دو بوفان، لو بوفان، لو بوفان شنو لو بوفان؟ هو البقري اون جينيرال، داك هو البقر العجولة يا سيدي. دونك البقري اون جينيرال. Une exception le long de la côte des cultures maraîchères. Donc, si tu n'as pas le manateur, il y a châtaïa, quelqu'un, le filet, il y a maraîchier intense. En particulier, les tomates, quelqu'un, les tomates, tu as fait le hal. Et le bhar, qu'est-ce qu'on fait? Et la pêche aux crustacés. La pêche aux crustacés. La pêche aux crustacés, je nomme les crustacés. Les crustacés sont des poissons. Et qui veux dire, les crustacés sont tous les poissons. Tous les poissons. D'accord? Les poissons, mademoiselle, monsieur, ils ont la coquille. Ils ont la coquille. Ils ont le sadafa. Maintenant, quand on dit les huîtres, on dit chnochor, on dit. ما عنديش في دماغي صراحة. داكوغ اسماء الوغ كيتسمو عندنا لي كريستاسي. داكوغ عندنا ليلفاج دي زويتخ فوالا، هي نيت لي كاتخ حتى في كريستاسي، بحال شكل تاع بوط الحب، بحال شكل تاع بوط الحب. الغماساج دو سيل كيجمعو، داكوغ كيجمعو ديال التجميع، مناطق نتاع التجميع ديال لو سيل، كيشدو الماء كيديرو دي باسان. يعني كتسمى اتون بالعربية، كتسمى لي ماغي سالون، لي ماغي كتسمى السبخة، السبخة وي. دونك لو ليو تاع الغماساج ولا لي ماغي سالون كتسمى، ما تخنت لي ماغي سالون كتسمى السبخة. حنا عندنا في الماروك مجموعة تاع المناطق اللي فيهم السبخات اللي كنستنتقوا منهم الملحة، مي لا ميور، لا ميور السبخة اللي كاينة عندنا في الماروك هي اللي كاينة السبخة تاع بوجدور. السبخة تاع بوجدور سي لا ميور سبخة كاينة عندنا في الماروك. بمعنى لا ميور او نيفو نتاعش، واش من ناحيه نتاع الكونتيتي يعني الحجم نتاع الانتاج نو، واش من ناحيه نتاع المناظر الطبيعيه نو، من اش من ناحيه بالضبط بالزربه، من ناحيه نتاع ان داك الملح اللي كنخرجوه من تما من داك السبخه نتاع بوجدور، يعني فيها مجموعه نتاع الاملاح المعدنيه، داكوغ غنيه غنيه بالاملاح المعدنيه بطبيعه الحال. بالنسبه نتاع اليود نتاع مجموعه نتاع الاوميغا اي انسي دو سويت. مي مالوغوزمون مالوغوزمون غادي ما عمرك ما غادي تلقى شي باكيه، ما عمرك ما غادي تلقى شي باكيه فيها فاش فيها ملح بوجدو، ما عمرك ما تلقى شي باكيه فيها ملح ديال بوجدو، ما تلقاهاش. بوركوا؟ باسكو اغلبيه 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 نتاع لو سيل داكور تاع بوجدو، جبار تاع بوجدو كيمشي لعند التصدير بطبيعه الحال، كيمشي لعند التصدير. بوركوا؟ باسكو عنده دي بون 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 فالور بطبيعه الحال، اي ميم 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 كيدخل في التركيبه. كيدخل في التركيبه نتاع مجموعه ديال 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 المواد اللي هي غذائيه بطبيعه الحال. دونك مادموزيل مسيو غادي نحبسو هنايا، غادي نحبسو هنايا، نعلموها في الصفر داكا. اي بيان سور العام الجاي الحصه الجايه غادي نساليو القضيه تاع الجغرافيا ان شاء الله، غادي ندخلو للكليما المناخ ولكن نخرجو شويه من الجغرافيا باذن الله. دونك مادموزيل مسيو اسكو فو زافي دي كيستيون؟ Mademoiselle, monsieur, est-ce que vous avez des questions à l'écho? Prof, j'ai une question. Non, ma chouette.
لك هذا مش واضح، انا ما عندي بعد سؤال. الله يعطيك الخير، شكرا، الله يجازيك. ويكي كان دوتخ نون مسيو سي كلير كيل كان دوتخ مسيو. نعم مسيو عمر، انا عندي سؤال ود غدا ان شاء الله. غادي يكون عندنا دو كونترول ولا كونترول واحد؟ غادي يكون عندنا دو كونترول ان شاء الله.